في أوروبا وبالتحديد في موسم السياحة والصيف، السرقة تأتيك بمختلف الأشكال. بالفعل يا سمر، من التقاط الحقائب والهروب على الدراجات إلى الظاهرة الأكثر انتشاراً الآن وهي النشل، وخاصة في الأماكن المزدحمة. وسائل المواصلات العامة والمواقع السياحية المهمة هي المكان المفضل للصوص، والسرقات في المدن الكبرى اقتربت من العودة إلى مستويات ما قبل كورونا. السفارة السعودية مشاهدينا في إسبانيا أصدرت بياناً عبر تويتر تدعو فيه إلى توخي الحذر منذ لحظة الوصول إلى البلاد وفي جميع الأماكن العامة، وذلك بعد تعرض العديد من مواطنيها للسرقة. الآن مع الزميلة لميس إبراهيم وأرقام عن السرقات في أوروبا. صباح الخير. صباح الخير لميس. أرقام صادمة صراحة. وأنت مسافرة على أوروبا، يعني قريباً لازم تنتبهي. البسي الشنطة تحت الجاكيت أحسن شيء. بالضبط. قبل السفر إلى أوروبا وزيارة الأماكن العامة، النصيحة الأهم هي ألا تكون سائحاً جداً في مظهرك. لا تضع إكسسوارات ثمينة أو تلفت نظر اللصوص بكاميرا ضخمة حول رقبتك. تعاني إيطاليا من حالات من النشل تتراوح بين 130 و170 ألف سنوياً طبقاً لبحث ستاتيستا، ويشهد مدرج الكولسيوم في روما أكثر هذه الحالات بالنسبة للسياح. وصلت السرقات في برشلونة إلى 9 حالات في الساعة خلال النصف الأول من هذا العام، وتمثل الساعات الفاخرة أكثر من 4% من عمليات السطو العنيفة في المدينة. وفي بريطانيا تم سرقة أكثر من 100,000 ساعة فاخرة منذ 2015. في ديسمبر الماضي وحده تم الإبلاغ عن سرقة 600 ساعة في العاصمة لندن. وسائل النقل في باريس تشهد زيادات قياسية في السرقة بجانب برج إيفل. في 2019 تم الإبلاغ عن أكثر من 7,400 حالة سرقة من قبل الركاب بين يناير وأكتوبر في 2019. وبالطبع كانت المحطات التي تقل السياح هي الأكثر لعمليات النشل. على كل حال، من السعودية سألنا الناس كيف تحمي نفسك من السرقة خلال السفر. نتابع الإجابات. ما ألبس الأشياء ملفتة، إنه مثلاً براندات وزي كذا، وإني مثلاً أحافظ على فلوسي، إني مثلاً أحطها في مكان آمن، أو أن أكون مثلاً أمشي مع مجموعات أو عوائل عشان ما أخش أماكن مشبوهة. وسائل الدفع رقمية، ممكن ما أخلي شيء في مكان السكن بعد الخروج، أضعه في مكان آمن مثلاً الأمانات في الفندق. ينصح دائماً أنك أنت تخلي جوالك في جيبك، وواحدة من أكثر الأشياء المعروفة أنك أنت تحط الشنطة بدل ما تخليها ورا لازم تخليها قدام. أنك تلبس أشياء ما هي ملفتة للنظر عشان الناس ما يطالعوا عليك، وممكن يعني تزيد فرصتك انك تنسرق. اول حاجه ما احب اخلي اشياء غاليه او ثمينه في الشنطه، ودائما بحاول اخلي شنطتي قدام عيوني واكون ماسكتها مثلا، ما ادخل اماكن فيها زحمه. بحاول اني ما باخذ معي اشياء ثمينه قد ما اقدر، يكون معي جوالي مثلا، برضو لما تكون معي زوجتي يعني كذهب او شيء نسيبه هنا، يعني ما بناخذه معنا ما بنسافر. ينضم إلينا في الاستوديو مدير عام شركة بزنس جت للاستشارات السياحية محمد إبراهيم المصري. صباح الخير أستاذ محمد، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا فيكم، يا هلا. صباح الخير، إن شاء الله بخير. الله يخليك، تسلم. كيفكم؟ رح أبلش وياك أستاذ محمد، إحنا كمان مسافرين يعني قريبا، فبداية شلون نحمي نفسنا من هذه السرقات؟ إذا عندك تيبس نسويها حتى نحمي أنفسنا من جذب أنظار اللصوص. في البداية أكيد آخر شيء واحد يتوقع خلال رحلته بالسفر أنه يتعرض لمشاكل وتعرض للسرقة، خصوصا لأوراق رسمية أو جوازات سفر. خلاص تخرب السفرة. بالضبط بالضبط، والمجوهرات أو حتى المال. لحسن الحظ في كثير من الطرق وفي كثير من الأشياء اللي ممكن السائح العربي يتخذها خلال سفره. أهم شيء هو عدم ارتداء المجوهرات أو الساعات الفخمة اللي تجذب النظر خلال السفر، خصوصا في بعض الوجهات السياحية. نعرف إن احنا مثلا في أوروبا الشرقية أو في بعض الدول العالمية اللي يعني في كثير من الأحداث مثل ما تفضلتوا حضرتكم بالعرض المسبق، أن عدم جذب النظر يعتبر من أهم شيء لتجنب السرقات. الشيء الثاني طبعا أكيد هو وجود معرفة وزيادة الحس الأمني خلال السفر، خصوصا مع العائلة ومع الأطفال. نحن عايشين في مجتمع آمن خصوصا في منطقة الخليج، وللأسف نأخذ يعني we take it for granted أنه إحنا كل مكان مسافر فيه راح يكون فيه مطبق فيه نفس الأمان، نفس التليفون والحقيبة والهذا. بالضبط بالضبط، يعني حتى بعض المولات وكثير من التجارب اللي قامت حاليا انه حد بيتركوا الموبايل، بيتركوا
المحفظة على الطاولة بيروحوا بيعملوا أوردر برجع مرة تانية. هذا الشيء مو موجود في أوروبا. وبشكل عام في بعض الوجهات السياحية المكتظة بالسياح مكتظة يعني فوت فلو. فنحن لازم أهم شيء أول شيء نتابع يكون في عندنا من ضمن الإجراءات للسفر، ونحن عارفين نازلين بأي فندق نازلين بأي مطار، ناخذ فكرة من الوجهة من السفرات المعتمدة في الدول هاي لبلدان مسافرين منها بالاحتياطات للأماكن معينة، تجنب يعني في المناطق اللي هي بكون في ما فيها يعني اهتمام أمني أو ما فيها أو فيها أو في بعض الأوقات تكرار للحوادث الموجودة فيها، بنفس الوقت وجود باك اب بلان أو يكون في عنا خطة بديلة في حال مثلا باك اب للموبايل، استخدام مثلا بطاقات الاعتماد اللي ممكن يتم إيقافها بفورا، تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة. وهذا اللي كنت بدي أسأل عنه، أنه هل يفضل عدم حمل الكاش معنا؟ لأنه بالأماكن المزدحمة بتلاقيهم النشالين بينشلوا المحفظة، طب ما نحمل محفظة، طيب كيف ندفع التليفون مثلا لو كنا نقدر نستخدم التليفون لندفع على الكريدت كارت، ممكن التليفون ينسرق كمان كذا تمسك صح أو اكيد نلبسه ونحطه تحت الملابس صح اكيد. اول شيء في جزئيه مهمه، يعني انا شخصيا من بعض الاصدقاء وناس اقاربنا، اخطر شيء بالنسبه للسفر هي الجوازات السفر او هي وثائق السفر، لان بعض الدول تشترط ان يكون في معك صوره اصليه او يكون في عندك صوره عفوا للجواز السفر او يكون في عندك انت مثلا الجواز نفسه، فلازم ننوع وما يكون موجود في محفظة موجودة بإيدنا، يكون موجودة في ببلت أو تكون موجودة في مكان آمن بالنسبة لنا وتكون على جسمنا بحيث نكون فيها. وبنفس الوقت بعض الأشياء التقنية اللي هي مثلا الأبل تاج اللي ممكن نعملها تراكينج لأشياء بسيطة، ممكن نحطيها في المحفظة نحطها في بعدة أشياء، نحن نكون باستخدام تقنية بأكثر من ديفايس من العائلة نقدر نحن نتواصل ونعرف بالضبط يعني مع بعضنا الوجهة رايحين عليها. وأهم شيء يكون في عندنا طبعا جوال دولي أو يكون في عندنا شريحة للاتصال نعرف أرقام الاتصال في حال لا سمح الله حادث صار فيه طوارئ. شيء مهم بعد نفس الاستخدام التور جايد، أو نحن ما نعتمد دائما بشكل أساسي لمناطق نكتشفها أو الديسكفري بالضبط. المرشد السياحي أعرف أهل مكة أدرى بشعابه، فهو يكون عنده فكرة بالضبط عن الاحتياطات اللي لازم نحن ناخدها، وأسلوب النشالين في وأسلوبهم من مدينة لمدينة بيختلف بالضبط، في المواصلات العامة أحيانا بالمطاعم أحيانا بالكيو اللي أنت مثلا فيها بالكاشير. بس بدي أذكر نقطة مهمة، من المشكلة صايرين يضحكون علينا بالتصريف، أنت رايح تصرف، يجي واحد أنا صارت معي ببراغ واقف على جنب قال لي تعالي أنا أنطيك ريت أحسن أبدا، مع أنه صاحبتي كانت قايلت لي أنه هذا يصير، بس طمع بني آدم وسرقوكي. وزوجي كان معي هو اللي أنه أمن فيه وأعطانا فلوس، هي يعني فلوس مال صربيا ما تسوى شيء مو مال براغ. فهاي الشغلة جدا مهمة، انتبه ما تصرف برا الأماكن الرسمية للتصريف. بعض الأحيان بعض الإجراء يعني حتى السراقين صاروا متطورين في طرق وإبداعهم، يعني يحاولوا يشغلوا العائلة بشيء معين أو يشغلوك بشيء مختلف بالضبط لحتى يغفلوك ويقوموا بسرقة المحفظة أو الشنطة. أكيد نتمنى السلامة للجميع ونتمنى صيف آمن للجميع، ولكن أخذ الحيطة والحذر، وبنفس الوقت المسافر العربي أصبح مسافر يعني حريص، صار عنده فكرة، صار في عنده وعي كبير بالضبط، وعي وأكثر وعيا. شكرا جزيلا لك مدير عام شركة بزنس جيت للاستشارات السياحية محمد إبراهيم مصري. شكرا لكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.